الجنوب، اهلا بكم. نشد الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالتلاحم المجتمعي في مناطق الوادي والصحراء والاصطفاف في وجه القوى المعادية. الرئيس القائد اكد خلال لقاء جمعه اليوم برئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي لشؤون وادي وصحراء حضرموت محمد عبد الملك الزبيدي ان اعداء قضية شعب الجنوب يعملون على زعزعة الامن والاستقرار واقلاق السكينة العامة في مدن وادي حضرموت. وفي سياق آخر، أكد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي على الدور المهم الذي تطلع به الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في حماية المال العام وضبط الاختلالات الإدارية في مؤسسات الدولة والحفاظ على أصولها ومواردها. وشدد الرئيس القائد خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد على ضرورة أن تمارس الهيئة دورها الرقابي المنوط به باستقلالية تامة، مؤكدا دعمه ومساندته لقيادة الهيئة واستعداده لتذليل أي معوقات تعترض سير عملها، وذلك بما يضمن إنجازها لمهمها التي حددها لها القانون بكل شفافية وحيادية. ضبطت قوات ألوية العمالقة الجنوبية اليوم الخميس قاربا محمد بشحنة أسلحة مهربة في باب المندب. ألوية العمالقة أوضحت في بيان لها ضبط مالك القارب المهرب حيث أودعته السجن، مؤكدة تسيير دوريات بحرية لتأمين وحماية الساحل في باب المندب ومنع عملية التهريب وإدخال الممنوعات. كشفت مصادر محلية عن هروب مجاميع من نزلاء سجن الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لميليشيا الإخوان في مدينة سيون بوادي حضرموت، وشهدت الفترة الماضية تكرار وقائع تهريب سجناء مرتبطين بتنظيم الإخوان الإرهابي وذلك بزعم الهروب في ظل سيطرة إخوانية على مفاصل السلطة بالوادي والصحراء. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.